في نافذتنا هذه من عوافي سنلقي نظرة على اضطرابات الصحة النفسية التي تصيب الأطفال، ما هي أسبابها، كيف تكون أعراضها، وكيف يتم تشخيصها وعلاجها. الحديث أكثر عن اضطرابات الصحة النفسية التي تصيب الأطفال والمراهقين، دعونا نتحدث عنها مع الدكتور أمجد جميعان، مستشار الطب النفسي للأطفال والإدمان. حياك الله معنا دكتور أمجد. الله يحييك وشكرا جزيلا على الاستضافة، وشكرا لمحطة عوافي على طرح هيك موضوع. دكتور أمجد، أيقلق الأطفال، أيكتئب الأطفال؟ قد لا يتبادر إلى ذهن الناس أن الاضطرابات النفسية التي تصيب البالغين والكبار هي ذاتها تصيب الأطفال، لكن ربما بأعراض مختلفة أو بدرجات مختلفة. دعنا نتحدث عن الاضطرابات النفسية التي تصيب الأطفال، هل فعلا موجودة وما هو مدى انتشارها؟ نعم يا ستي، طبعا هذا من الأشياء اللي احنا عادة بنصادفها بشكل يومي في عياداتنا. بيجي الأهل عندهم الطفل عنده مشكلة، بيقول لك هل معقول انه الطفل يكون مثلا مكتئب، يكون قلق، يكون حزين، يكون عنده مشكلة؟ لهذا السبب اللي في نسبة كبيرة من الناس ما بتعرف انه في عند الأطفال مثلا اكتئاب او قلق او فصام او حتى اضطراب ثنائي القطب. نعم. أو حتى أبسط الأشياء اللي لازم تعرفها الناس، اللي هو اضطراب فرط الحركة وحتى نعم. التوحد. فعن هذه من المشاكل اللي بنواجهها. طبعا بنواجهها ليش؟ لأنه الطب النفسي عند الأطفال بشكل عام بيختلف عن الطب النفسي عند الكبار. عادة الطفل ما بيجي على العيادة بيشكي، اللي الطفل عادة بيجيبوا أهله لا يعبر. عادة الطفل بيجوا الأهل بيجيبوا، بلاحظوا عليه تغيرات معينة وبيجيبوا على العيادة. نعم. هذا الشيء الرئيسي. فالعادة إذا الطفل بيجي مع والديه، هل الآن كيف الأهل بدهم يعرفوا أنه الطفل مثلاً مكتئب أو الطفل قلق؟ نعم. من أهم الأشياء، الطفل طبعاً ما بيحكي أنا حزين أو بقوم الصبح شايف الدنيا سودة أو أنا حتى بفكر بالانتحار، نادراً جداً. دكتور، أنت مستشار أول في الطب النفسي للأطفال، وأنت المؤسس الأول لأول عيادات في المملكة الأردنية الهاشمية تتعلق بالطب النفسي وعلاج الاضطرابات النفسية عند الأطفال. عندما قرأت السيرة الذاتية لك توقفت عند الطب النفسي للأطفال، هذا التخصص الدقيق الذي لا نقرأه ولا نشاهده ولا نسمع به كثيرا. هل الناس أصبحت على وعي ودراية بالاضطرابات النفسية للأطفال؟ نسمع كثيرا بأن الأهل يحتاجوا أيضا إلى سايكو إديوكيشن عندما يصلون إليكم، هذا بحد ذاته عبء إضافي عليكم، كيف تتعاملون معه دكتور؟ يا ستي طبعا هذا وش تخصص دقيق زي ما تفضلتي، مش منتشر حتى عالميا، حتى عنا بمنطقة الشرق الأوسط يعني عدد الناس اللي معهم شهادات في موضوع الطب النفسي عند الأطفال أو مؤهلين لممارسة هذا التخصص الفرعي محدودين. لكن طبعا هنا الناس، احنا عنا المشكلة الآن عنا بالناس، الناس لسه مش مقتنعة انه في مشكلة عند الأطفال. والأهم من هيك في مجتمعاتنا الإنكار. نعم. الإنكار والخوف من المرض النفسي والخوف من وصمة المرض النفسي، هذا اللي بيخافوا منه الناس. صح. فإحنا يعني بغض النظر أنه كان أطفال ولا بالغين، المشكلة الرئيسية اللي عندنا الخجل. وبزيد عليها بموضوع الأطفال أنه الطفل مش معقول أنه يكتئب، الطفل مش معقول يكون قلق. وطبعا يقول لك الأمراض النفسية عادة ما ترتبط بالأزمات والكوارث والصدمات الفردية التي حتى الجماعية التي نتعرض لها. الطفل لم يتعرض، يعني لم تبنى لديه مدركات من خلالها يصاب باضطراب نفسي، إذن ما هو السبب؟ هنا أنا شوي بدي أختلف معك. نعم. الطفل عادة إحنا من أهم الأشياء اللي لازم يعرفوها الناس إنه الطفل عنده مدركات. هذه يعني صراحة يعني حلوة، خلينا يعني ولكن مدارس علم النفس اختلفت فيها. هناك من يقول أنا الإدراك ولادي، وهناك من يقول الإدراك متعلق. مظبوط، لكن بشكل عام الطفل عنده إحساس. صحيح. يعني فبالتالي تعرض الطفل للصدمة سواء كان عمره 3 سنين ولا 4 ولا 5 بأثر عليه، وفي ظروف معينة بتأثر عليه، درجة ذكاء ودرجة تعامله، علاقته مع أهله في البيت، إذا كان معرض للتعنيف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، كلها بتأثر. فالطفل صراحة أنا بشبهه زي سفنجة، والأهل اللي في البيت اللي عندهم مثلا طفل عنده مشكلة مثلا نفسية معينة أو قضية معينة، بتلاقيهم مثلا بتهاوشوا قدام الطفل الأب. نعم. والأم. نعم. أو الأب مثلا بضرب مثلا الإخوان الكبار أو بضرب زوجته قدام الطفل، بقولوا هذا طفل مثلا ما بيفهم أو ما بيعرف، أو بتصير ممارسات لا أخلاقية أمام طفل عمره 2 أو 3. نعم. أو 4. نعم. فبالتالي هون لازم نعرف على أنه الطفل مثل السفنجة بيمتص. نعم.
ولكن درجة تحمل الطفل للمشاكل أو المؤثرات الخارجية بتعتمد على استقرار الأسرة. نعم. الأسرة شيء مهم جدا إحنا عندنا، وهذه شوي بدأت تتخلخل اللبنة الأولى في نشوء الاضطرابات النفسية أو استقرار الصحة النفسية. الأسرة المستقرة معناته صحة نفسية مستقرة، معناته طفل مستقر، معناته طفل قادر على التأقلم مع الظروف المحيطة. علاقة ارتباطية دكتور كبيرة جدا. نعم. إذا كان الطفل عايش في رفاه أسري ولا يعاني من أي مشاكل أسرية، هل هذا يعني بأنه معفى من الإصابة بالاضطرابات النفسية؟ هذا فش مطلق، لكن خلينا نحكي بشكل عام. إلى حد ما طفل مستقر بأسرة تقدم له الرعاية تقدم على أكمل وجه. عادة هذا الطفل بيكون محمي، لكن ما لازم ننسى العناصر الوراثية بالموضوع. هلا في ناس عندهم مثلا أمراض وراثية بالعائلات، مثل الاكتئاب، مثل القلق. في احنا عندنا عائلات كلها عايشة على القلق والوسواس القهري. صحيح. وهذا بينتشر بالعائلة زي الفيروس، بيكون منتشر، بتلاقي معظم أفراد العائلة قلقين. صحيح. فالطفل بيصير قلق ويتعلم بالنمذجة ويتعلم. نعم. فبالتالي البيئة اللي بيعيش فيها الطفل مهم جدا. وأنا يعني بصراحة من هذه المواضيع اللي بكتب فيها بشكل عام يوميا وبلمح فيها يوميا على صفحتي اللي هي الأسرة. نعم. نحن بحاجة إلى العودة إلى التركيب الأسري المستقر، وهذا ما أقرأه دائما لك. أنا الأسرة عندي، أنا بعتقد، مش بعتقد، أنا جازم على أنه تقوية مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأس الأسرة هي الأساس والضامن لأي استقرار في أي منطقة في العالم. لذلك دائما ما تقول أنا عندي التشخيص أول ما أرى ألقي نظرتي على الأهل قبل الطفل المصاب. بالضبط، وخصوصا بالأطفال إحنا يجب إلقاء النظرة على الأسرة والأهل. وصراحة في كثير من المشاكل السلوكية عند الأطفال أصلها موجود عندنا الآن في البيت، غياب الأب، غياب الأم، عدم اتفاق الأب والأم، المشاكل بين الأب والأم، الصراعات اللي بتصير أمام الأطفال. نعم. الخيانات، الكذب، الغش. هلأ ترى في كثير من الأهالي مثلا اللي تعود أنه يغش. نعم. ممكن يعني أو يكذب. إذا كذب قدام الطفل، الطفل بيطلع، والطفل دائما عبارة عن مرآة لما يحدث في البيت. صحيح. مرآة. هذا التسلسل الطبيعي لنظرية النمو الأخلاقي. نعم. حتى في دائما مصطلح حلو اللي طرحنا هيك موضوع، مصطلح المراهقة. الآن ما في علم النفس كلمة مراهقة. نعم. المراهق يتبنى قيم والده ووالدته. قطعاً؟ نعم، هذه مثبتة علمياً. والأشياء اللي بتحكي والله إنه في خلال المراهقة صار الطفل انعزالي، بحبش يحكي مع أبوه، متمركز حول ذاته، متمرد، ثائر، هذه بقول لك مراحل بتمر بسهولة إذا كانت الأسرة مستقرة. أما إذا الطفل عنده سلوكيات سيئة لازم احنا نرجع للقاعدة اللي هي الأسرة. الأسرة. نعم. وتحدث عن الجانب البيولوجي وهو الأهم في بعض الاضطرابات النفسية التي تصيب الأطفال. قلت قبل قليل الاكتئاب، الفصام، هل هذا يعني بأن الطفل ممكن أن يصاب بالذهان دكتور؟ طبعاً. هلأ أنت حكيت عن العنصر البيولوجي. هلأ في عندنا أمراض عند الأطفال العنصر البيولوجي أو العنصر الجيني أو الوراثي مهم فيها. نعم. مثل الاكتئاب، مثل الفصام، مثل اضطراب ثنائي القطب. طبعاً الفصام بصير عند الأطفال. فصام دكتور كلمة كبيرة. كبيرة. نعم. كيف نتخيل طفل مصاب بالفصام؟ أكيد مر عليك الكثير، ولكن نحن كأفراد عاديين كيف ممكن الطفل يصاب بالفصام؟ هل الأعراض أكثر تهيجاً من الكبار أم أقل؟ كيف تكون؟ عادة بالأطفال بتبدأ عادة الفصام للعلم بحدوث من سن 8 إلى 80، يعني على سن 8 سنوات و7 سنوات ممكن يكون فيه فصام. لكن عادة هنا الآن بموضوع الفصام عند الأطفال بتلاقي عادة البدايات بتبدأ على عدم ارتياح الطالب بالمدرسة. نعم. والله بيحكوا علي بالمدرسة، ما بيحبوني، بتهامسوا علي. ديلوجن. هاي بيسموها ديلوجن. ببدأ هلا طبعا الأهل بيصيروا يفسروها، والله ابننا في عليه تنمر في المدرسة. صحيح. ابننا خجول. أتفق معك. أنا صراحة للأسف الشديد صادفت كثير حالات كانوا يجوا عندي على العيادة أول زيارة وثاني زيارة، لما أبدأ بالتلميح على موضوع الدهام تختفي العائلات. طبعا بيختفوا. أنا معهم. وهناك من يقول لماذا يا دكتور لا يكون مصابا مثلا بالوسواس القهري أو خوف أو قلق اجتماعي معمم أو قلق مثلاً. أو قلق اجتماعي بسموه سوشيال انزايتي. نعم. وطبعا بصير في زعل والأمهات، يعني كيف منين جبت الفصام. وفي ما بدي أحكي بس نسبة كبيرة من اللي شفتهم بعد عدة سنوات
ما أجوا عندي طبعاً، كانوا عند زملاء ثانيين وكانوا في حالات فصام متقدمة جداً. ويرفضون العلاج الدوائي. طبعاً في البداية يقول لك إحنا العلاج بدنا علاج بالحكي، علاج بالكلام. طبعاً يقول ابني عليه تنمر. قد يكون العلاج السلوكي مسانداً لهذه الحالات، ولكن العلاج الدوائي هو الخط الأول. بالفصام صراحة الخط الأول للعلاج الدوائي وفي الاضطراب ثنائي القطب، لكن للأسف الشديد معظم الحالات حتى اللي بتبدأ على 15 و16 و17 بتلاقي الولد أو البنت منعزل في البيت ما بينام بالليل. لما تبدأ تسأل الأم أو الأب على الأعراض النفسية، لا لا ما بشك دكتور، هاي لا لا هاي ما في منها. بتهامس، لا لا ما بتهامس دكتور، ما في منها، بالعكس ممتاز دراسته ممتاز. جمهور متخيل هم يفترضون بأنه قاعد يلعب، أو جمهور متخيل أو قلق أو عنده مخاوف معينة آخر شيء يستبعدوه أو يظنون به هو وجود هو الفصام. أنا بعتقد أنا بشوف النظرة في نظرة يعني هروب. نعم. وأول صراحة أنا أول ما يسمعوا فصام أنا عادة صراحة بشخص وبحكي، لأنه لازم أعتقد أنا ناحية أخلاقية، أنا ما راح أجاملهم وأوديهم على استشارات مثلا سلوكية نفسية ويعني يظلهم يتنقلوا من وقت لوقت بدون نتيجة. أنا بقول لهم هذا الطفل عنده هذه الأعراض وهو بحاجة لهذا العلاج. طبعا بصير اختفاء، ومعظمهم شوهدوا بعد عدة سنوات والأوضاع كانت صعبة، لأنه الفصام عند الأطفال من الحالات إذا لم تعالج مبكرا نسبة أو احتمالية التدهور بالحالة بتكون عالية. قلت قبل قليل دكتور أيضا ثنائي القطب، هل الطفل المصاب بثنائي القطب مثلا يمر بالمانيا، يمر بحالات الهوس الاكتئاب طبيعي كالكبار؟ هو المفترض حسب الدياجنوستيك كرايتيريا، حسب التشخيصات العالمية تبعت الدي اس ام 5 والاي سي دي 10 او 11 هلا حاليا طبعا، لكن صراحة هي اصعب بالاطفال لتشخيص ككلمة باي بولر. نعم. لانه مثلا مرات تختلط في فرط الحركة والتشتت. الاطفال عادة بيكون عندهم نوع من انواع الشعور بالعظمة، لكن احنا طبعا يعني صراحة الخبرة بهذا الموضوع بتخلي الواحد يميز. يعني اجاني مثلا، انا بذكر اجاني حالتين او ثلاثة حكى لي انه الطفل عنده مثلا فرط حركة، لكن لما شفت الطفل ما كانت فرط حركة. نعم. كانت يعني ما الخط الفاصل بينهما؟ الخط الفاصل عادة اللي شعور بالعظمة. نعم. العظمة المفرطة، قلت النوم. عادة اللي عندهم فرط حركة بالليل بينام. صحيح. لكن اللي عنده مانيا أو اضطراب ثنائي القطب عادة ما بينام بالليل، بحس حاله لازم يتحرك كل الوقت، بخدش كل القوانين الاجتماعية، لا يشعر بالتعب، في عظمة في الموضوع، في أوهام أحيانا. فهنا طبعا أنا هون بصير الفن في عملية التمييز. وصراحة النقطة الأكثر والنقطة الأخطر اللي هي لما يجيك مثلا صراحة على العيادة مثلا شاب أو صبية عمره 17-18 سنة. هون دائما أنا بحذر الأهل وحتى بحذر الزملاء اللي ما بيشتغلوا طب نفسي أطفال، لما يجيك ولد على العيادة عمره 17-18-19 بشكي من عدم تركيز، لا تقول صعوبات تعلم، أرجو أن لا نتسرع. نعم. ونقول عنها هذه ADHD، يجب أن ندقق، لأنه في كثير ناس لما يبدأ يسهى شوية ويبدأ يشك ويسمع أصوات بيحكي عنها عدم تركيز. وأنا صراحة شفت ناس أجي على العيادة قال لي من البداية يا دكتور أنا بدي منشطات بشان التركيز. نعم. لما تحكي معاه ولا عنده أوهام ولا هو بيسرح بالعيادة سرحات معينة. فأنا هون بحذر الزملاء الكرام وبحذر الأهالي إنه إذا أنا بدي أشخص فرط حركة وتشتت وبالذات التشتت بعد عمر 18-19 أكون حذر. نعم. ولا سيما إذا كان التحصيل الدراسي للطفل أو الطفلة أو الطالب أو الطالبة عالي. نعم. يعني مش معقول يجيني طالب مثلا معدله مثلا بالتوجيه 85-80-90 مثلا يجي عمره 20 سنة أقول والله عنه ADHD هيك، لأنه قال لي ما بركز. نعم. بدي أتأنى. هل ممكن أن يكون لديه اضطراب نمائي مثلا قدراته العقلية جيدة ولكن قدراته الأخرى النمائية؟ طبعا هنا في عند بصير عدة احتمالات. نعم. لكن أنا بطلب منه إذا كان تحصيله الدراسي بالمدرسة عالي بدي أتأنى شوية الحكم، أتأنى شوي بالحكم، لأنه أنا بقولك شفت حالات من حالات السهيان وعدم التشتت كانت تخفي خلفها مثلا سماع أصوات شكوك. لكن طبعا لما يكون الإنسان عارف أنه هاي الأعراض خطرة ما بيحكيها، بصير يحكي بأشياء ثانية. والمشكلة الأكبر دكتور هنالك من يشتبه بوجود المس الشيطاني في مثل هذه الحالات. أنت قلت كثيرا خلال اللقاء يأتون الأهل ويطلبون مني الأهل ويتوقعون مني الأهل،
الطبيب النفسي يفترض أن يكون طبيباً حاذقاً في عمله، لكن الطبيب النفسي للأطفال حتى وإن كان حاذقاً في عمله تبقى هنالك بعض التخوفات من أن ينصاع للأهل عندما يرى الأم منهارة، عندما يرى الأب يتوسل إليه بأن التشخيص يكون مختلف إلى حد ما، وقد لا يكون مختلفاً، إنما يطلبون منك علاجاً سلوكياً مثلاً أو علاجاً محدداً بوقت، أو يقول لك هل الدواء على طوال فترة الحياة؟ هنا تقول لهم فعلاً الدواء سيستمر مع طفلكم على مدار سنوات عمره، أم تقول دعونا نتعامل مع الحالة بوقتها؟ ستي، هنا احنا عادة، انا صراحة بالنسبة لي انا ماخذ الاسلوب اني انا اذا شفت الحالة جدية وصعبة ابلغ بكافة التفاصيل، بكافة هذا الاصل، لكن طبعا الاهل بالخطة العلاجية بكون هم اصلا جايين عارفين في مشكلة، بس بدهم الخطة تصير على حسب ما يعتقدوا انه هو الصحيح. صحيح. انه مثلا اذا انت اقترحتي مثلا دواء لحالة فصام، بقول لك والله انا ابني بده علاج سلوكي، اذا بتحكي دواء ما بيرجعوا. أنا عندي ناس بكون حاكي الحالة وبرجعوش لما يسمعوا دواء. إذا مثلاً تحكي للطفل الأهل إنه عند ابني فرط حركة وتشتت، إحنا بدنا سلوكي. نعم. بس إن الآن، وطبعاً إحنا ما في شك على إنه الاضطرابات النفسية عند الأطفال العلاج فيها سلوكي. نعم. لكن في كثير من الحالات بدها علاج دوائي. وقد يكون السلوكي جانباً مسانداً. جانباً مسانداً، لكن هنا أنا دائماً في دائماً جملة كنت بقرأها بالكتب البريطانية والأمريكية بالشايلد سايكاتري، it is inhumane، إنه من اللا إنساني. صحيح. إنه طفل عندي بحاجة أتركه. صحيح. للأسف الشديد في أهالي طبعاً بقول لك الدواء بيعمل إدمان، الدواء بيخرب المخ، الدواء بيعمل ابني زومبي. نعم. لكن صراحة إذا الدواء تم إعطائه بالطرق الصحيحة ومتابعة صحيحة ما بتصير هذه الأشياء. والله يا دكتور، أنا حسب ما قرأت وحسب ما سمعت بأن الأدوية النفسية التي مثلاً تعطى للأطفال، لو نظرنا إلى الأعراض الجانبية التي تتسبب بها، هي حال مثلاً الأدوية الأخرى، لكن نحن نكون قلقين أكثر. مثلا جفاف الحلق ممكن أن مثلا يكون له وسائل أخرى من قبلكم يتم التغلب عليه، جميعها أعراض إلى حد ما طبيعية تترافق مع أي دواء نتناوله، لكن الاستيغما والمخاوف لازالت موجودة، وهذا دورنا بأن نوعي الناس أكثر، نوعي الأهل أكثر. أنا بحكي لك على نفسي، وأنا بحكيها على يعني على أمام المشاهدين. أنا بالنسبة لي لما الطفل بحاجة لدواء بحكي، وبعدين لما اعطي دواء للطفل، اي انا اي بعتقد انه بجوز 99% من اللي راجعوني بعطيهم التلفون معهم they are free to call او to send message اذا صار في اعراض جانبيه. نعم. وبحدد منها الناس اللي استمروا عندي على العلاج، ما شفت واحد منهم زومبي او ادمن، بالعكس. نعم. لكن انا شفت للاسف الشديد الناس اللي ما رجعوا، الحالات استاءت، انا ما بعطي ابني دواء. نعم. هاي الكلمة للأسف. أنا الدواء بيسوي ابني زومبي، أنا مش عارف شو مصدر هاي الكلمات، لكنهم وللأسف تجدهم على الصعيد الآخر يفرطون في أعطاء المضادات الحيوية. بيجي على مضادات حيوية لكل نهار بعض الولد زوسين وسبرام وسبرودار وكذا، لكن تعالي شو الدواء النفسي؟ أي دواء له أعراض جانبية بالدنيا. صحيح. And it's inhumane، إنه من اللا إنسانية إنه إذا ابني بحاجة لدواء لا أعطيه دواء. سأختم حديثي معك دكتور، للأسف تداركنا الوقت، بسؤال بما أننا في صدد الحديث عن الأدوية النفسية، هل الأدوية النفسية التي تعطى للأطفال هي مخصصة ومجازة للأطفال، أم تعطى للأطفال والبالغين لكن بجرعات مختلفة؟ لأن هي نفس أدوية الفصام والذهان والاكتئاب موجودة عند الأكبر وعند الصغار وعند حتى كبار السن، لكن طبعا وفي عندنا المؤسسات العالميه، مؤسسات الجود العالميه. نعم. مثل النايس جايد لاينز في بريطانيا والناشونال انستيتيوت اوف هيلث بامريكا والاف دي اي، في ادويه مجازه. نعم. لعلاج الاكتئاب وعلاج القلق وعلاج الذهان وعلاج حتى الاضطرابات السلوكيه المصاحبه لاطفال التوحد. نعم. وللعلاج لفرط الحركه والتشتت، وعلاجات معتمدة عالميا، وأعراضها الجانبية إذا الطفل أخذها وما عنده من الأشياء المانعة لأخذ هذه العلاجات ما بصير شيء. نعم. أبدا. أنا سعيدة جدا دكتور بهذا الحديث، وتمنيت وأتمنى أن يطول أكثر، ولكن لنا لقاءات أخرى تجمعنا بك دكتور أمجد جميعان، مستشار أول الطب النفسي للأطفال والإدمان، نورتنا اليوم. شكرا جزيلا على الاستضافة، صراحة الموضوع شيق جداً، خليتيني دكتور. أسترسل فيه يعني. إحنا اللي سعدنا فيك وانبسطنا. أنا يعني لأنه هاي من المعاضل الرئيسية عندي بالعيادة، لما يجي الشخص عند ابنه مشكلة برجعش،
بضرب انا صراحه بعد بتصل مع الاهل ما برد. سعدنا فيك دكتور، وان شاء الله كانت هذه رساله توعيه واضحه لكافه الاهل اللي يشاهدونا اليوم. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا.